بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لما زال ما اشتركتش في القناة ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب أو أبوني واشترك. ما تنسوش تشغلوا جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. وإذا عجبكم فيديو تاعنا تاع اليوم ما تنسوش ديروا لايك وتابعوا الفيديو من الأول لآخر لتعمل فائدة إن شاء الله. بون الفيديو تاع اليوم راح ندير لكم فيه هذيك الزرقيه اللي راح نديروها بالكتان تاع الكانيش وحصيره. راح نحط لكم الصور تاعها. القياسات اللي درتهم بالزرقيه، شريت حصيره تاع فيها 2 على 3، 2 متر على 3، يعني كي تجي تشوفوا اقل شويه من 2 واقل شويه من 3، وكينهم اقل. دوك شريت الكتان تاع الكانيش، شريته هذاك الجون، شريته فيه 2 متر، هو اصلا عرضه 2 متر، دونك شريت 3 مترات، وشريت 3 هذاك الاحمر اللي راح نزين به. وراح نوريكم ان شاء الله كيفاش نخدموها معايا. تابعوا معايا الفيديو من الاول لاخر حتى تستفادوا اكثر باذن الله. شوفوا الخدمه تاع هاد الزربيه كيفاش خلات لي الحاله. حوايجي مسخين بها والله، انا فتهم برك الحوايجي كلهم بها. شوفوا الحاله كيفاش خلات لي. الغلطه الكبيره خدمته في الصاله. هادو بون باش ندير زربية واحدة أخرى راح نديرها بالموف، يعني بلاصة الورد هذا اللي راهو هنايا بالغوج راح نديرو بالموف. هادو هنايا لي شيت لي بقاولي، بصح شو الحالة كي زبلتها كاع. ودرت هكاك هادو صغار، هادو بالأحمر، هادو بالأحمر عجوني 3، وهادو بالموف. دونك هاد الزربية راح نحي هاد الموف، نخليلها غير الأحمر باش مكترش الألوان ياسر وتجي باهية. وزربية واحدة أخرى إن شاء الله راح ندير لها بالموف. هذه قبل ما نخيطهم. دوكا راح نحكم نحي الحصيرة اللي راهي هنا من تحت. هاي هنا حصيرة يعني اللي كان فيريفيت، يعني تأكدت بلي عندي اللي يدخل من تحت. نحها نفيكسي هادو الوردات كاع بليزي بانكل، وردات وهادو تاني عاد نمسحهم فيكسيهم بليزي بانكل، ونخيطهم قبل ما خيطت الحاشية تاع تاع الزربيه. هي خارجه تحفه يعني على حسب باش تبان تبان ما شاء الله. شوفوا مي تعب حتى على نيفي، شوف مش عارفه دير الحساسيه. نورمالمون نخدم بافيت بصح ما خدمتش بها، دونك حسيت بلي ريحي تاني تسكر. والزربيه هذه اللي درتها اللي مش عارفه واش حينقيها لي، شوفوا كاع الحيه زبلتها لي هنا. وانا تاني غلطه خدمت في الصاله، ما غاديش نخدم في على الكارلاج لانه الحال بارد ويضرني البرد وكاع، دونك اضطريت نخدم على الفراش. هاي حاله الفراش نستاهل وعسى خير. بون شوفوا معي اصدقائي، هنا بعد ما فيكسيت هادو لي بياس تاع الوردات بليزي بانكل، ها شوفوا محكومين بليزي بانكل، وراني مدخله هنايا هكا الحاشيه طويته مدخلتها لداخل باش ما يخرجش الشاله برا. دوكا راح نخيطو بالماشينه، ماشينه عادي ماشي لازم اندستريال، والخياطه تاعي راح تكون على الحاشيه هكا باش نتاكد بلي الشغله اللي حكمت هذيك الطيه اللي دخلتها نكمل معاه كاع عليهم كامل. هذوك الوردتكم الوردات وهذوك الاشكال الشغل دمع مايله نكملهم ان شاء الله، ونعاود نفيكسي الحاشيه تاع الحصيره ونوري لكم النتيجه النهائيه باذن الله. فبقاو معايا لاخر الفيديو باذن الله. بون شوفوا معايا هنا بعد ما خيطت هذو البياس اللي درت الوردات وهذو ليك، بعد ما خيطتهم انا قبل ما بلاصيتهم في الحصيره نوريهم لكم واش مسوي مليح مليح. شوفوا هو سبحان الله يبان كشغل كل جهه توقفوا يبان بلون جاي كشغل قطيفه. دونك هادو هما الخياطات كيف خيطتهم. كاين شي حاجه نقولها لكم، كيت هادو الوردات وكاع سيوه في الوسط تحكموا بليزي بانكل، ماشي زعما الحاشيه خضره ويلعب ويزلق وجاي من السياسه، سينو جدو اشدهم بالفوفيلاج كامل وهما هكا قبل ما تروحوا لماكينة الخياطة باش ما يزحفولكمش. ولا ديرولهم هكا نقطات تاع البستولي، نقطات هكا مزربعين باش تتأكدوا بلي راهي محطوطة في بلاصتها متقعدش تبوجي. من بعد روحو لماكينة الخياطة، لأن أنا كنت خيطت وعاودت حليت وحدة تانية لأنها مجاتنيش. بون المهم كيما راكم تشوفوا هذه هي. دوكا راح ندير لها الحصيرة، نحطها من تحت ونحطو شغل نقلبها على الوجه تاعها ونجبدها مليح مليح، ونحكمها بليزي بانكل ونخيطها ونوري لكم ان شاء الله النتيجه النهائيه. لازم نتاكد بلي راهو مسوي سوا سوا قبل ما نحط الماكينه الخياطه باش ما نعاودش نحل، لانه مع الحصيره سي با سور بلي راح نقدر نعاود نحل فاصيلمون.
دونك ان شاء الله نبلاصيها مليح مليح ونعود نرجع لكم بالنتيجه النهائيه باذن الله. انتظروني ان شاء الله. وهذه هي النتيجه النهائيه للزلويه بعد ما خيطتها. شوفوها، راني نحيت كاع الخيوط الزايدين. هذيك الوردة الاولى هنا شويه صار لي فيها زحفه ليدي في النص، تاع من القدام شلون هذيك اي حتى شي حبيناتك شغل شكل قلب هكا باهي هيك من الجهه الاخرى. هذه هي الزربية تاعي بعد ما كملتها. ان شاء الله نتمنى انه تكون نالت اعجابكم وتطبقوها وتطبقوا اشكال اخرى ان شاء الله وتخرج لكم باهيه ما شاء الله. اذا عجبكم الفيديو هذا ما تنساش دير له بيك 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 لايك، وما تنساش تبارطاجيه مع اصدقائكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتعمل فائده ان شاء الله. واذا عندكم اي فكره اي اقتراح اي حاجه جديده بغيتوني نخدمها معكم اكتبوها لي في التعليقات. مرحبا بجميع التعليقات تاعكم، ان شاء الله نقدر نجاوب عليها. واذا عندكم اي انتقاد بناء تاني مرحبا بكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء.